انضم إلينا من قطاع غزة عدنان أبو عامر الكاتب والمحلل السياسي. سيد عدنان، ما تراه في الصورة وما يدور الآن في الباحات المقدسة، باحات المسجد الأقصى المبارك، إلى ما يشير في وجهة نظرك؟ مشهد أسطوري الحقيقة، مشهد تصدي المرابطين الفلسطينيين القزيين لقوات الاحتلال والمستوطنين. هذا مشهد يعني يعيدنا 20 عام وراء حين اقتحم شارون المسجد الأقصى وهو مدجج بآلاف أفراد الشرطة محيطنا به، ونخشى أن يكون هؤلاء المرابطون يفتقدون إلى الدعم والسند الفلسطيني الرسمي والشعبي في هذه اللحظات، لأن المستوطنين عازمون وعاقدون عزم على اقتحام المسجد الأقصى من خلال حراسة أفراد الشرطة وحرس الحدود والجيش الإسرائيلي. إسرائيل تحاول أن تفرض وقاع على الأرض من خلال هذا الاقتحام وتجعله سابقة تاريخية تسمح بمجرد من فترة لاحقة للمستوطنين باقتحام مسجد كما حصل في حرم إبراهيم الشريف، تقسيم مسجد الأقصى زمانيا وكاليا وإيجاد وضع قدم لهذا المستوطنين في قبلتنا الأولى ومسجدنا الثاني. كيف نتوقع الرد أو التصعيد من الجانب الفلسطيني خلال الساعات القادمة السيد عدنان؟ شوف، هذه لحظة تاريخية فاصلة والصهاينة يعني يحاولوا أن يلعبوا على عامل الزمن ويضغطوا على الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية سياسيا وعسكريا، لكن محظور أن يبقى المقدسيون ولسان حالهم يقول يا وحدنا يا وحدنا. هذه لحظة لا يجب أن يشعر أنه لوحدهم أو أن الاحتلال قد انفرد بهم وحاول أن يعزلهم عن باقي عمقهم الفلسطيني في الضفة والقطاع وفلسطين الداخل. لذلك مهم أن تدعى القوى الفلسطينية مجتمعة بشكل سريع وعاجل فينقضي هذا النهار لئلا يتم محاصرة المرابطين والضغط عليهم من خلال هذه أمام آلاف آلاف الشرطة الإسرائيلية تحاول تحاصر المرابطين وتطلق النار عليهم. هناك إصابات خطيرة من في أصوات الصحفيين والمصابون يجدون إسعافات أولية حاليا. لذلك الموقف الفلسطيني بدأ موقفا واضحا وحادا بعيدا عن أي محاولة مواقف وسطى أو مواقف بينية. هذه لحظة تاريخية والتاريخ سيكتب من وقف إلى جانب مصر وتخلى عنهم في هذه اللحظة الصعبة والحاسمة. كيف يمكن استغلال بحديثك عن اللحظة، استغلال هذا الحدث وهذه اللحظة سيد عدنان ب يعني هذا اليوم أو ما وصف من المستوطنين بأنه يوم توحيد القدس وهو اليوم الذي سيطرت فيه إسرائيل على القدس الشرقية منذ عقود مضت بما يخالف كل القرارات الدولية وبما يخالف القانون الدولي والشرعية الدولية والعربية؟ كيف يمكن استغلال هذا الحدث وهذا الاعتراف دوليا وقانونيا وسياسيا؟ واضح أننا أمام توافق بين المؤسسة السياسية الإسرائيلية مع المستوطنين لتثبيت هذه الحقيقة اليوم، أي أن الاقتحام ليس فقط سلوكا استيطانيا منفردا وإنما هناك توافق حكومي أمني شرطي عسكري لتثبيت هذا الأمر الواقع. ولذلك لو رأيت معي حالة استقطاب الحزب في داخل إسرائيل الآن، الكل يحاول أن يسترضي هذا اليمين الصهيوني يمين بشقيه الديني والقومي لمحاولة تشكيل حكومة قادمة، وهم يحاولوا أن يؤلفوا حكومتهم على حساب نحن أصحاب الأرض الأصليين وأصحاب الحق الوحيدين في المسجد الأقصى. كل هذه المعطيات بالتأكيد تؤكد أننا أمام يعني توجه صهيوني واضح لافت يحظى بموافقة حكومية في ظل موقف فلسطيني متراجع وموقف عربي منشغل عنا ومجتمع دولي لديه ملفات خاصة به. ولهذا إسرائيل تحاول أن تسابق الزمن وتستغل هذه اللحظة التاريخية لتثبيت أمر واقع يصبح أمرا دائما كما حصل في مسجد الإبراهيمي وباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. كيف يمكن الرد من خلال المستويات الرسمية سيد عدنان؟ المستوى الرسمي قد لا يكون بحاجة أن يسمع مني ماذا يقوم به، هناك على الأقل تداعي المؤسسة السياسية الفلسطينية في هذه اللحظة بالذات وعدم انتظار ساعات أخرى. الآن في هذه اللحظة مهم أن يشعر المرابطون في مسجد الأقصى أن هناك إسنادا سياسيا دبلوماسيا لهم على مدار الساعة وعدم انتظار حتى تبرد الأمور في آخر النهار ثم يحصل الاقتحام. هذا الأمر الحقيقة بحاجة إلى وقفة سياسية عاجلة وعاجلة جدا وعدم أخذ الموضوع ببرود أعصاب، لأن من يتابع مشاهد التلفزيون في هذه اللحظات يرى أننا أمام ساحة حرب حقيقية سواء في داخل المسجد أو في ساحاتها الخارجية. ولهذا المستوطنون في هذه الحالة ينتظرون في على أسوار مسجد الأقصى بانتظار إشارة بدء من الشرطة لاقتحام المسجد بعد أن يتم محاصرة المرابطين وحشرهم في زاوية واحدة من زوايا
المسجد الأقصى. هل نعتقد بأنه خيار المقاومة الشعبية ما يزال هو المطلوب، هو الأقرب، حتى إذا شاهدنا ما نشاهده الآن في الصور؟ وهو الأكثر جدوى في هذه المرحلة الآن. الفلسطينيين في الضفة الغربية على مشارف القدس المحتلة، في قلندية، في رام الله، مهم أن يتدعوا يعني جماعات وبالمئات الآلاف الذهاب إلى باتجاه مسجد الأقصى وتخفيف الضغط عن المرابطين الذين يتعرضون لمجزرة حقيقية. إن كان الفلسطينيين في الضفة الغربية بالذات، خاصة القريبين على المسجد الأقصى والقدس المحتلة، أن يشكلوا جدارا وإسنادا شعبيا جماهيريا في هذه الدعوة والصعود إلى الحدود القدس حتى يشكلوا أداة الضغط على قوات الاحتلال أو تخفيف الضغط على المرابطين. أما كلمة انفراد المرابطين لوحدهم فهذا أمر حقيقة عجز، ليس مبررا. وإن كان الفلسطينيين أن يكون أكثر يعني دراية وأكثر قدرة على الضغط على الاحتلال من خلال هذه المقاومة الشعبية. ألا يمكن أن يفسر أيضا بأنه المقاومة الشعبية فقط أن تكون عجزا أيضا، يعني أن نقاوم فقط بالتغريدات وبالضغط الشعبي؟ هذه لحظة تاريخية، القوة لا تقابل، كل لديه إمكانية أن يقاوم. حضرتك على شاشة التلفزيون، غيرت على شبكات التواصل، غيرت على الميدان، كل منا في هذه اللحظة التاريخية مهم أن يكون لديه دور، ودور حقيقي في إسناد المرابطين وعدم تمكين الاحتلال من اقتحام مسجد الأقصى. كل منا لديه إمكانيات وقدرات، والتاريخ سيكتب من قصر مع المقدسيين ومن وقف إلى جانبهم، لأنه بالنهاية هذه قضية كل الفلسطينيين، ليس فقط المقدسيين هم رأس الحرب في هذه المواجهة، لكن إذا سمح الله إذا حصل اقتحام المسجد الأقصى سيختار ذلك كل الفلسطينيين وليس فقط المقدسيين، لكن من يحظى بشرف المحاولة، شرف الدفاع عن المسجد الأقصى، يكون له يعني مكان واضح في هذه المعركة، وإلا لن يرحمه أحد. شكرا جزيلا عدنان أبو عامر الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من غزة.